خلينا نفهم المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر من خلال انضمام دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور محمد، وكل سنة وانت طيب. يا أهلا وسهلا بحضرتك يا رب، وكل سنة سعيدة على مصر كلها، وبإذن الله يكون عام بخير ورخاء على مصر بإذن الله. يا رب يا دكتور. الحقيقة احنا بنتكلم مع حضرتك عن هذا الاجتماع مهم جدا، ويعني في عدد من الأمور تم تناولها، منها متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري. توقعات في 2024 يا دكتور محمد إيجابية إلى حد كبير، في قدر كبير من التفاؤل أنه هيبقى في بدايات الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة في البنوك، البنك المركزي الأمريكي أو الفيدرالي الأمريكي، وأيضا البنوك المركزية الأوروبية، وبالتالي بداية انفراجة أو حل إن شاء الله لأزمة شح العملات الأجنبية. رأي حضرتك في هذه المؤشرات وهذه التوقعات، وأهم ما جاء في هذا الاجتماع في هذه النقاط؟ طبعا احنا اللي بنقول بأمر الله مع بداية 24 إن شاء الله نتوقع، والعالم كله بيتوقع طبعا، ان بقى في ردود افعال ايجابيه من قبل البنوك الفيدرالية على مستوى العالم مع تحجيم معدل التضخم، بقى في توقعات باتباع سياسه اكثر تيسيرا، بنقول مش يعني انفتاحيه بشكل كبير، لكن هتبقى اقل تشدديه. فنعتقد الفتره القادمه ان شاء الله يبقى في زي ما شفنا في تثبيت في سعر الفائده، نعتقد ان يبقى في تخفيض في سعر الفائده، وده بالتالي هيخلق حاله من الرواج بالنسبه لسوق العملات وانتقال رؤوس اموال الاجنبيه مره اخرى للاسواق الناشئه للاستثمار فيها. فاعتقد ده هيخلق حاله من التعافي في الاسواق. خلينا نقول برضو ان الاسواق العالميه بتتعامل ايجابيا مع تداعيات الاحداث. احنا بنتكلم عن التداعيات، الازمه الروسيه الاوكرانيه والازمه الفلسطينيه، ما طال امدها وبقى في ردود افعال، يعني السوق بيتجاوب مع الازمه حتى ان طالت، فلازم بيبقى في رد فعل للسوق. اعتقد ان الردود دي كلها في شكلها الايجابي، فباذن الله نتعشم ان 24 ان شاء الله تكون اقل حده وتكون انفراجه للاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصاد المصري. طيب دكتور محمد، في قرار مهم تم اصداره في هذا الاجتماع باعفاء العملاء من اي عمولات خاصه بالتعاملات البنكيه الرقميه بالجنيه المصري. الاول ازاي تم اتخاذ هذا القرار؟ يمكن القرار ده مهم جدا ويفيد ناس كتير قوي، ومن ناحيه ثانيه برضو تاثيره ايه على العملاء والتسهيلات اللي هياخدوها بناء على هذا القرار؟ طبعا هو اللي خلينا نقول ان في استراتيجيه عامه للدوله، وهي فكره التحول الرقمي او تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي. الدوله استغلت الازمات وقدرت تطبق اللي كان ممكن يعني يتطبق في يمكن يعني عشرات السنوات، قدرنا نطبقه في سنوات قليله. ده كان نتيجه الاستباقيه اللي كانت موجوده عندنا والبنيه التحتيه اللي كانت اشتغلت الدوله على نفسها فيها. فلما جت ازمه كورونا كنا قادرين ان احنا نتجاوب مع الازمه ونخطو خطوات يمكن كانت سريعه جدا في تحويل مصر رقميا وفكره الشمول المالي. اعتقد النهارده باعفاء العملاء المصريين بالتحويلات الرقميه، اعتقد ده بيدفع بجهود الدوله الى التعزيز مره اخرى، وان طبعا بوجه العملاء ان هم يزودوا من المشاركه الفعاله، وان هم يستفادوا من الخدمات اللي بتاديها البنوك المصريه تحت اشراف البنك المركزي طبعا، لان كثير مننا لا يعلم هذه الخدمات الا من خلال التعامل المباشر. فالنهارده الدوله بتمنح المواطن اعفاء، اعتقد ان هو سيزيد من الخدمات اللي احنا بنتحصل عليها بصفه عامه، بتكلم عن الجميع، لا في خدمات كتيره ممكن ما نعرفهاش، من خلال التعامل هنعرفها، وبشكل كبير بيحول مصر رقميا بقى ان يبقى عندنا القاعده الكامله اللي بنقول عليها قاعده شامله للتحول الرقمي. كلنا تقريبا احنا خطينا خطوات او وثبات كبيره جدا. فالنهارده بنعزز هذه الامور بتحول مصر رقميا وشمول مالي فعلي على ارض الواقع. واعتقد يا دكتور كمان ناس كتير بتستخدم فعلا التعاملات البنكيه الرقميه، بتسهل عليهم بشكل كبير جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي.